يا مين الظالم ومين المظلوم مش عارفين. النهارده عشان نسمع وجهتين النظر، مين الظالم ومين المظلوم، الطالب يا عيني اللي مظلوم ولا المدرس يا عيني اللي مظلوم. عشان كده جبنا معانا الاثنين، معانا المدرس و... انت المدرس؟ انا ما شكلك مدرس كده. معانا الاستاذ محمد صبحي المدرس، مدرس ماده العلوم، نرحب بيه كده. ومعانا الطالب احمد سعودي اللي بيعمل محتوى كمان على السوشيال ميديا، نرحب بيه، اهلا بيه. اهلا. وانت ساعه التقرير وهو بيقول زوقت مره في المدرسه، رحت قايل له مره بس ما بروحش بسخريه. انت ما بتروحش؟ بروحش خالص. خالص كده. يعني ما بتروحش المدرسه خالص؟ خالص. وبتنجح؟ بنجح. ازاي؟ يعني ربنا بيكرم بقى. لا ازاي، ما انا عارف ما ربنا يكرمنا جميعا، بس ازاي ما بتروحش المدرسه وبتنجح يعني؟ ما هو يعني في طرق بقى متطوره دلوقتي زي ايه يا اخويا؟ زي ايه؟ يعني اخويا في كانت الاخت بتقول 27 وبتاع. دلوقتي بقت الاسئله كلها اختر. فالموضوع بقى اسهل بقى. لا انت ما بتروحش المدرسه ليه؟ خلينا في المدرسه، ما بقتش مهمه المدرسه دلوقتي، ممكن يعني على ال بنروح ننام. بتروح تناموا في المدرسه؟ بتروح سنتر بعد الدور؟ بالظبط. ده ايه الصراحه الجميله دي؟ والعلاقه بين المدرس والتلميذ في المدرسه كده زي القط والفار، ولا انت شايفها ايه؟ لا مش نفس العلاقه بين القط والفار، بس هو دايما التلميذ شايف ان المدرس جاي عليه وجاي يخنقه وجاي يكتفه، ومع انه جاي يعلمه وجاي يفيده يعني. مش جاي ان هو يرخم عليك ولا حاجه، ان هو كل اللي في الموضوع ان هو عايز يفيدك. وما بقاش فيه زي زمان العصايه ولا البتاع، كل الحاجات دي خلاص تقريبا قديمه. بالظبط كده. دلوقتي المدرس بيصاحب الطالب. بيحاول يعرف ايه نقاط القوه عنده ويزيدها ويقويها، يعرف نقاط الضعف عنده ويحاول يعالجها ويطور منه في نقاط الضعف دي، ان هو يخليه اقوى فيها. طبعا. فدلوقتي في اساليب كتيره جدا، التكنولوجيا من اهمها يعني، واليوتيوب واستراتيجيات كتيره قوي المدرس بيستخدمها عشان خاطر يخلي الطالب ده اكثر فعاليه واكثر ان هو يكون معاه في الفصل المتفاعل ويكون معاه بيجاوب على كل سؤال. وده اللي بيعمله المدرس حاليا في الفتره الحديثه. احنا حاليا بقينا في 2023. فبنستخدم الاساليب الحديثه والاستراتيجيات التعليميه والوسيله التربويه اللي تخلي الطالب بيكون اكثر ان هو حابب. امال ليه الطالب بيكره المدرسه وبيروح السنتر؟ يعني انا عايز بتكره ليه المدرسه ومع انك بتحب السنتر؟ ايه الفرق يعني؟ بقى انا بروح ماليش حد. ما تروح ما تلاقيش حد؟ ماليش حد في المدرسه. وانت عايز ونس. فتروح السنتر تدفع فلوس عشان الونس وعشان الحصه. ده لو رحت السنتر يعني. يعني انت لما بتروحش المدرسه وما بتلاقيش صحابك، ما بتلاقيش كمان مدرسين يخشوا يشرحوا لك؟ ما هو المدرسين ما بيلاقوش حد يخشوا يشرحوا لك، فما بيخشوش اساسا. ما بيخشوش بقى. احنا فاتحين مدارس كده بنتصرف عليها وخلاص كده شكلنا. والله حاجه جميله قوي. طب بكل امانه، المستر بيشرح في المدرسه احسن ولا في السنتر؟ طبيعي في السنتر. ليه بقى؟ بياخد فلوس كتير. الواد صريح قوي يا جماعه، انا خايف يطلع لنا مطوه. طب ايه علاقتك انت بدروس الخصوصيه؟ مفيش مدرس بيشتغلش دروس خصوصيه، كل المدرسين حاليا معتمدين على الدروس الخصوصيه، خصوصا ان هي كمان الدخل بتاعها اكتر من دخل المدرسه. يعني طب ليه الطالب بيلجا دايما للدروس الخصوصيه؟ عشان الطالب دايما شايف ان المدرسه حاليا هي مكان للعب والترفيه، ورايح عشان خاطر البي اي والارت والميوزك، مش رايح في المدرسه. ويشوف الفيديوهات دي انشطه كويسه بالظبط، بس جنب التعليم إيه؟ بس هو بيركز دايما في حته جزء الترفيه يعني. هو شايف دايما ان الدروس الخصوصي اهم من المدرسه. انا رايح العب في المدرسه وبس مع اصحابي، وبعد كده هاخد الدرس بقى، فانا هعرف هعمل كل حاجه في الدرس بقى، هركز وهفهم في الدرس. لكن المدرسه انا رايح اتفرج على فيديو. اقعد مع اصحابي نلعب في الدوري. في كلنا بنعمل كل ده احنا، بس برضه بندرس يعني. ما هو كان احنا عندنا زمان في الجزء القديم كان عندنا العقليه، العقل بتاعنا بتاع الطلبه زمان كان اهم حاجه عندهم الدراسه، ان هو يفهم ويتعلم. هنا اهم حاجه عندنا دلوقتي اللعب وبابجي والالعاب اللي طالعه حاليا الجديده دي، والدوري فين الدوري يا مستر، وعايزين نلعب الدوري وعايزين ننزل مش عارفه نعمل ايه، والارت والميوزك واهم حاجه عن اهم. لكن انتوا كمدرسين ما بيهمكش يعني اذا كان الطريقه ازاي تلم الطالب في الفصل وتخليه يعمل الانشطه وتخليه. ما احنا بقى بنحاول نخلي الماده سواء ماده علميه او اي ماده عموما، ان احنا نخليها في شكل ترفيهي بحيث ان الطالب يحب الماده. انت بتكره المذاكره؟ كده 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 كده. انت عايز ايه؟ انا عايز انجح السنه دي عشان الثانويه. انت سنه كام؟ ثالث ثانوي. والله انت عايز اعدي نظام السنتين ولا السنه؟ ايه؟ السنتين هي اليومين دول السنتين ولا سنه واحده؟ ما انا متلخبط. سنه واحده. ثالث ثانوي سنه واحده. وانت دلوقتي في ثالثه ولا في ثانيه؟ انا في ثالثه. انت عايز تنجح، ادبي ولا علمي؟ علم رياضة كمان؟ كمان. وما بتروحش؟ يا ساعات كده. طب انت شايف نفسك هتنجح ازاي يعني؟
ما هو انا يعني خلاص فاضل بتاع 3 شهور، في مثلا تنين الاحياء عامل عندنا مراجعه، بس دي علم علوم مش علم رياضه، فمش هروحها برضه. فمش هتروح؟ مش هروحها. لا امال هتروح ايه؟ ممكن بقى انت تروح كده والجن، تصدق والله اتفرج على فيلم كده والجن انا وانت. يلا. والله لا بص في ثانيه، يلا بينا يلا بينا. العيال كره بيكرهوا المذاكره جدا.